كل سنة وانتم طيبين. هلت ليالي رمضان وروايح رمضان، ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم. هذه الساعات ابتدى يتكشف لينا العديد من الظواهر الرمضانية، وتحديدا ما يتعلق بخريطة دراما رمضان. دراما رمضان اللي هي باتت واصبحت طقس مهم جدا من الطقوس الرمضانية. زي ما عودناكم كل سنة بنتقابل معاكم في رمضان، نتكلم عن المسلسلات المتنافسة، بنتكلم على كواليس هذه الاعمال، اهم الظواهر اللي بتقدمها المسلسلات الرمضانية، وكمان مش بس كده، الوجوه الجديدة اللي بنكتشفها مع بعض. والحقيقة ان احنا بيبقى عندنا جمهور واعي جدا. احنا معاكم في الفن وحكاياته، هنتابع بالتفصيل كل ما يتعلق بدراما رمضان. ٢٨ عمل بيتنافسوا هذا العام في دراما رمضان، منهم 14 عمل من إنتاج الشركة المتحدة، واللي بتقدمهم بالتعاون مع شركات إنتاج مصرية تعمل في السوق المصري. نقدر نقول كمان ببساطة أن هذه الأعمال تشهد حالة من التنوع. في البعض بيشوف أن الموسم هذا العام مبشر أو مزدهر كما أطلق عليه، لأن هنلاقي عدد كبير جدا من النجوم بيتنافسوا، ألوان مختلفة من الدراما. اللي حابب الكوميدي هيلاقي الكوميدي في أكتر من عمل. عندنا مثلا الكبير قوي راجع تاني بالجزء السادس بعد 5 سنين، مكي بيصور جزء جديد من هذا المسلسل. عندنا مكتوب عليا هي الأكرم حسني مع مجموعة كبيرة من النجوم. أما اللي مستني دراما المخابرات، فعندنا من ملفات المخابرات المصرية مسلسل العائدون، وأيضا الاختيار 3، واللي يمكن ده ثالث موسم هنشوف فيه كتير من الأحداث اللي مرت بينا وعصرناها في الفترة اللي فاتت. نقدر نقول كمان عندنا مسلسل الدراما الاجتماعية اللي تبقى بتفجر قضايا وبتناقش بقى، وهيبقى في حالة من الجدال حواليها. اقدر اقول انه حصل من البرومو، ان يعني في كتير من الجدل اثير حوالين هذا العمل، وهو تحديدا امل فاتن حربي للنجمه نيلي كريم، واللي هي بتقدم فيه وجهه نظر المراه في قضايا الطلاق وما تشهده المحاكم من خلافات بين الازواج بعد الانفصال حوالين النفقه وحوالين حضانه الابناء. وعندنا كمان لأول مرة السنة دي بعد غياب وانقطاع بنشوف بنرجع تاني للفورمات. هنلاقي ان معنا أسر ياسين بيقدم لنا النسخة المصرية من مسلسل سوتس الأمريكي، لو تقدم منه 9 أجزاء. طبعا هنقول هنا ان باب المقارنات هيتفتح، وهو بالفعل اتفتح من دلوقتي، ان انت بتقارن ما بين ابطال النسخه الامريكيه والابطال المصريين. هنشوف في دراما رمضان ما يبتدي السباق الرمضاني، يا ترى النسخه المصريه هتكسب ولا لا. كمان اقدر اقول من الاعمال اللي الناس بتستناها هي النجمه يسرى. يسرى ليها جمهور وهي حريصه على التواجد بشكل كبير في رمضان كل عام بمسلسل احلام سعيده. تعود ايضا اقدر اقول هذا العام ريهام حجاج بمسلسل مختلف، لان معاها مخرج واعد جدا وواعي جدا، وهو سامح عبد العزيز، واللي هو اقدر اقول عليه من اكثر المخرجين انضباطا ان هو يطلع مسلسل منضبط الايقاع في دراما رمضان بناء على كل التجارب السابقه اللي قدمها. كمان السنه دي عندنا حاجه مهمه قوي وانا حابه الحقيقه اتوقف عندها، وهي مسلسلات الاطفال. هذا العام بنشهد مسلسل يحيى وكنوز، وده معروض على قناه دي ام سي، وفي عوده تاني للاحساس باهميه هذه النوعيه من الاعمال، وده شيء ايجابي للغايه، لان الحقيقه انت محتاج في هذا التوقيت ان انت بتكرس كده وتاكد على فكره الهويه المصريه. المسلسل ابتدى البرومو بتاعه قد ايه مشوق ولطيف قوي، لان هو بيتكلم عن مصر القديمه بس بلغه حقيقيه ومعبرة الحقيقة. هو بيقول كمت مش مصر الفرعونية، وأيضا بيقول الملوك القدماء، وده شيء مهم جدا للأجيال الجديدة أن يتعرفوا. واتمنى يكون في أكتر من عمل تاني بيتعرضوا للأطفال، لأن ده شيء جيد للغاية. يعني بنقدر نقول كده التوليفة الرمضانية هذا العام جيدة للغاية، وكل اللي يعني عنده هوى لشيء معين أو حاجة معينة هيلاقيها. وما اقدرش طبعا يعني ما اقدرش ان انا انهي هنا الجمله اللي ما بقول ان من اهم الحاجات اللي هنشوفها السنه دي مسلسل يحمل توقيع اسامه انور عكاشه. زي ما قلت لكم عندنا نص بيحمل توقيع اسامه انور عكاشه، اسطى الدراما المصريه.
انا بشوف ان ده شيء جيد للغايه، خصوصا اللي كتب المعالجه والسيناريو وكمل هذا النص هو الكاتب المتميز محمد سليمان عبد الملك، ومعاه فريق عمل يعني انا بشوف ان هو من اهم النجوم، توليفه كويسه قوي وجيده للغايه. خالد النبوي في دور بليغ، وده دور مهم قوي ولافت. المسلسل على فكره يا جماعه بيقدم لكم ما بين الاصاله، بتشوف حاجات تصوير في الجماليه، احياء مصر القديمه، بتشوف ما بين مكان تاني راقي، ولكن هذا الانقسام بنشوفه ليه وعشان ايه؟ يا ترى بليغ راجع من بره يعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه من خلال المعالجه اللي عاملها اسامه انور وكاشه الله يرحمه الكاتب الكبير، وهو الحقيقه نقدر نقول عليه دراما اجتماعيه لا تخلو من الاثاره والتشويق. وبعد المناطق من الحاجات المهمه في المسلسل كمان ان نور ابن خالد النبوي بيشاركوا هذا العمل، فده بنشوف الاب والابن. بشوف ان ده حاجه لطيفه جدا هنشوفها وهتكشف عنها الاحداث. يا ترى بقى ممكن نتساءل وقتها من سيتفوق، يعني خصوصا في المشاهد اللي هتبقى بينهم وبين بعض. من الحاجات اقدر اقول بتحصل لاول مره في دراما رمضان ايضا هذا العام ان احنا بنشوف الكاتب ابراهيم عيسى مؤلف لاول مره بيكتب نص درامي تلفزيوني 30 حلقه. يعني عاده كنا بنشوف ابراهيم عيسى في السينما قدم تجارب سواء على منصات او في دور العرض، ولكن هذا العام هو بيخوض تجربته الدراميه الاولى. ايضا المخرجه هاله خليل لاول مره بنراها في رمضان هذا العام مؤلفه لمسلسل احلام سعيده، وهو مسلسل نقدر نقول اجتماعي يحمل بعض الخطوط الكوميديه. هالة بتتكلم كتير ان المسلسل هيكون مفاجأة لان بعض شخصياته هنلاقي ليها اطياف كده في الحقيقة والحياة الاجتماعية، تحديدا منطقة الزمالك المنطقة الارستقراطية. عندنا شخصيات العمل يسرى غايدة عادل ومعاهم شيماء سيف، بنشوف ان احنا هنا ثلاث ازمات، ومايكا الساب ايضا عشان ما ننساهاش، بيقدموا كل شخصيه عندها مشكلتها وعقدتها الخاصه جدا اللي بنشوفها في الاحداث. يحدث في رمضان لاول مره هذا العام ان احنا بنشوف محمد ياسين المخرج مع محمد رمضان، يعني دي تركيبه كان صعب ان احنا نصدق انها تكون موجوده، ولكن من خلال مسلسل المشوار بنشوف ياسين يا ترى هيقدم رمضان بشكل مختلف ازاي. فده رهان من الرهانات والاعمال اللي هي منتظر ان هي تكون بتحمل جزء كبير من التشويق ان انت تتفرج على هذا العمل. مش بس كده، في المشوار عندنا كمان دينا الشربيني تشارك رمضان بطولة هذا المسلسل. كمان هنشوف بقى، لان هنا دينا بتتخلى عن البطولة المطلقة، طول الوقت بنشوفها في بطولات في السنوات الماضية، معاها مي عز الدين كمان تخلت عن البطولة المطلقة وتشارك هذا العام مجموعة كبيرة من النجوم في جزيرة غمام. جزيرة غمام هو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنبوي. بنشوف ان هنا كمان مي عاملة دور غجرية وهيبقى دور مفاجئ. المسلسل الحقيقة كله تركيبته هتكون لافتة جدا، ونقدر نقول ان هو صار من الأعمال هتحظى بنسبة مشاهدة كويسة. الحقيقة رمضان هذا العام مليان وحافل زي ما بقول كده بالحاجات اللي اقدر عليها اقول لاول مره ويحدث لاول مره. عندنا كمان مخرج جديد انا بتوقع انه يقدم عمل متميز، والمخرج ده اسمه حسن البلاسي. حسن البلاسي من شباب معهد السينما، كان عنده تجربه مهمه جدا قدمها وهو لافت الانظار، فيلمه كان اسمه اسود ملون. من هنا اقدر اقول ان احنا قدام موهبه يعني عندها خصوصية. هنشوف ده مع هاني سلامة في ملف سري. ملف سري من المسلسلات اللي بيقدمها هاني سلامة مع مجموعة كبيرة من الفنانين. هاني سلامة هنا بيناقش فترة حرجة جدا في التاريخ المصري او في هو التاريخ المعاصر بتاعنا اللي احنا عشناه، اللي هو وقت الانفلات الامني من بعد 2011. هنشوف هنا المسلسل بتركيبته ايه بالدراما اللي بيحملها المسلسل، وده بينتمي للإثارة وتشويق العالم. نقدر نقول كده بشكل اجمالا عندنا عديد من الاعمال تتنافس على القنوات المختلفه، على سي بي سي، على الحياه، على دي ام سي، على اون تي في. هنشوف الكثير من الاعمال الدراميه. وايضا من الحاجات الجيده هذا العام واللي بقدر اقول عليها كده حلويات رمضان الحقيقه هو عوده نجوم غابوا عننا بقالهم فتره طويله جدا، على راسهم الفنان توفيق عبد الحميد اللي بيرجع للدراما بعد غياب 12 سنه، وايضا فاديه عبد الغني اللي بترجع بعد غياب 4 سنوات.
زي ما اتكلمنا معاكم في الحلقة عن دراما رمضان وخريطة المسلسلات المعروضة على القنوات المختلفة، اتمنى انتوا كمان تتابعوا معانا وتقولوا لنا توقعاتكم ايه، مستنيين مين النجم اللي انتوا بترهنوا عليه في الاسبوع الاول من دراما رمضان، وايضا المسلسل اللي شايفين ممكن نقول عليه الحصان الاسود. وانا اتوقع ان يبقى فيه اكتر من عمل، فارجوكم يعني انتوا كمان تقولوا لنا ايه توقعاتكم، ما تبخلوش علينا، واستنونا في حلقة جديدة من الفن وحكاياته مع علا الشافعي. سلام.